فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستعينون بالله عز وجل ويكونون وقافين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ سامي السرساوي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخ الدكتور، كيفك وعامل إيه؟ والله في نعم الحمد لله، بل شرف لنا أن نكون معكم. ربنا يرضى عنا وعنك. آمين يا رب. يعني حضرتك دايما بتنور برنامج يوم السبت. الله يرضى عنك يا رب، يتقبل. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام، دايما نبدأ الحلقة بالأسئلة الواردة على الصفحة والتي تأتي على شريط الرسائل، أسأل الله عز وجل القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل إذا كان أحد شهود عقد الزواج تاركا للصلاة هل يؤثر هذا على صحة العقد شرعا؟ بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على هذا النبي الهاشمي القرشي الشريف وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. الله أسأل أن يكرمنا جميعا بطاعته وأن يغفر لنا الذنوب والأوزار وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل مصر وأهلها في أمنه وأمانه وضمانه إلى يوم القيامة يا رب آمين. أقول للسائل أو السائلة الكريمة، العقد صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى ولا يؤثر ذلك في العقد من قريب أو من بعيد، وإن كان من الأفضل والمستحب أننا نتخير الشهود الذين يشهدون على عقد الزواج ممن يشهد لهم بالصلاح إنجاز التعبير أو على الأقل بالمحافظة على الصلاة فيما بيننا، هذا حاله الظاهر، أما باطنه الله تعالى يتولاه، الله أعلم به. على كل حال عقد الزواج صحيح شرعا إن شاء الله. عظيم، العقد صحيح، ولكن الأفضل أن نبحث عن أصحاب الصلاح. نعم. وعن المصلين وعن الأثرياء. نعم. وهذا نعم. أفضل، لكن ما تم أو إذا حدث هذا نعم. فالعقد صحيح. صحيح. عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الجليل حفظكم الله. يقول في حالة زيارتي للقبور أجد أناسا يقرؤون القرآن، فهل ذلك يثاب عليه المتوفى أم ذلك هم الذين يثابون بسبب قراءتهم وهم ليسوا من أهل المتوفى؟ الله تعالى أسأل أن يرزقنا الصواب، والله أسأل أمين. أن يرزقنا اتباع هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول للسائل الكريم، ما يتعلق بقراءة القرآن على المقابر لم يثبت بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الأطهار ولا من تبعهم من سلف الأمة الأكارم من فقهائنا الكرام رضي الله عن الجميع. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان في جنازة والرجل لما يلحد بعد، النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما انتهى من دفنه ماذا قال النبي؟ اقرأوا لأخيكم. ما قال النبي ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالمقابر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. العبرة الهدف منها إيه؟ فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة، فلا يجوز لي أن أقرأ القرآن هناك، بل أقف متأملا متفكرا متذكرا حالي بعد هذا العام أو بعد هذه السنين، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، حسب ما يقدر ربي جل وعلا. يبدو الذين يقرؤون القرآن هناك دول يعني أصحاب السكنة هناك، والذين يعني ينتظرون أهل الميت ليأخذوا مثلا ما يوزع من بعض الفواكه وبعض الأطعمة. طب شيخي الكريم، هل هذه الأطعمة يعني والمأكولات التي توزع على يعني أرواح الموتى هناك عند القبور أو عند غيرها، هل تعد رحمات لهذا الميت؟
الله أسأل أن تكون كذلك، لكني أنا أقول لإخواننا اقرأوا القرآن في بيوتكم، وإن كانت المسألة محل خلاف، يعني اتفاق الفقهاء أو لا يوجد نزاع في هذه المسألة أن القرآن يقرأ في المقابر، فلكل مقام مقال، هناك مكان تذكرة التعاظ حتى يرجع الإنسان حاله ونفسه، كان ظالما يرجع عن ظلمه، كان مسيئا لجيران يرجع عن إساءته، إن كان فهذا المكان تجد فيه الصمت الرهيب. الإنسان عندما يخرج من المقابر للطريق للشارع العام، انظر إلى الضجيج وأصوات الناس والخناقات والمشاكل. عظيم. احنا هنحتاج فاصل شيخنا الكريم، وهنواصل هذا الكلام بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، معنا فاصل وسنعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وما زال حديثنا موصولا حول زيارة القبور والقرآن الذي يتلى هناك عند المقابر. أقول للأحبة الكرام، الإنسان يتأمل ويتعظ، فالهدف من الزيارة إنما هو للحي وليس للميت أصلا، فهذا الأمر ينبغي أن نحن ننتبه إليه. أما قراءة القرآن خارج المقابر في البيت، هذا محل خلاف بين أهل العلم ما بين مؤيد ومعارض. جمهور أهل العلم على أن الميت لا ينتفع بهذه القراءة، عدا ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه أحد أئمة علم الحديث، يرى أن الميت ينتفع بهذه القراءة إن شاء الله تبارك وتعالى. أنتم طرحتم بارك الله فيكم، هل ما يقدم لهؤلاء الناس الفقراء والمساكين هناك هل يستفيد الميت؟ أنا أقول لإخواننا الكرام، تصدقوا على أهل هذا المكان كما تشاؤون من أطعمة أو من أموال، فهم في الفعل فقراء يحتاجون، ولكن دون أن يقرأوا، فوالله الذي لا إله غيره لقد سمعت بأذن أحدهم للأسف الشديد يقرأ سورة الإخلاص، وبعدين يدخل فيها ايتين من سورة الناس وايتين من سورة الفلق، كله كوكتيل في بعضه، واللي قاعدة بتعيط، كنا في جنازة بنفس الجنازة، ماذا تفعل يا ولدي؟ قال اقرأ يا شيخ. قلت هذا ليس قرآن، والله ما تعلمناه ولا رأيناه ولا سمعنا به في الأولين إلا منكم اليوم. فأنا أرجو من إخواننا أن نتقي الله تبارك وتعالى. عظيم. عدية ياسين كما يقال عنها وقراءة ياسين على روح الأموات، هل هذا صحيح؟ يعني أخشى أن أقول لفظا يغضب كثير من إخواني. أن الصابون بخير ما دام المغفلون كثيرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقي. ليس في الشريعة عندنا أبدا ما يسمى بعدية ياسين أبدا، مش الكلام ده خالص، لا تجد له أصلا لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد له عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد عند التابعين ولا من تبعهم، ولا حتى عند فقهاءنا العظام رضوان الله تعالى عليهم. مش هسمع عدية ياسين خالص، لكن هي سبحان الله يقول لك أنا هقرأ لك عدية ياسين بتكرار وبعدين عزومة ومبلغ من المال. هذا كلام لا أصل له أصلا تماما. إذا أردت أمرا فأنزل حاجتي بربي، نبينا علمنا إذا سألت فاسأل الله. انظر جانب العقيدة، النبي يهتم بها حتى لدى الأطفال. هذا نبي يقول لابن عباس وهو غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجياك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، جفت الصحف، خلصت القضية، انتهت. لكن احنا اليوم نسأل عفو المعافاة، عايزين نقول له لا، انزل حاجتك بالله تبارك، مش هسمع عدية ياسين أصلا. وتكرير مرة واثنين وعشرة وخمسين والكلام ده لا أصل له في الشرع، لا من قريب ولا من غيب. أقرأ ياسين عند من يحتضر، أقرأ القرآن عموما فإنها تيسر له. عظيم. أصل في بعض الناس يقولون عند ظلمه أو عندما يقع عليه الظلم يقول أقرأ عليه عدية ياسين، على المتوفى أقرأ عليه عدية ياسين، فهذا الكلام يتكرر كثيرا. نأخذ اتصال أختنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي يا أختي. ممكن أكلم الشيخ من فضلك؟ الشيخ يسمعك، تفضلي. فضيلة الشيخ، أنا مدرسة في الأزهر، ودلوقتي إحنا يعني أنا مدرسة قرآن، ولما مدرسة قرآن. طب معلش يا أمة الله اتصلي علينا عشان إحنا ما سؤال توقف عند هذا الحد، فنحن في انتظار حضرتك تتصلي عشان انقطع من عندك، أسأل الله عز وجل التيسير. فمسألة عدية ياسين حضرتك قلت ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. لا أصل لها. بارك. نعم. أنت ذكرت إنسان يخاف الظلم، عجبت كما قال الإمام جعفر رضوان الله تعالى عليه
يعني سبحان الله، عجبت لمن يخاف ظالما أو أمرا أو شيئا كيف يغفل عن قول الله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا إذا كنت أخاف من شيء معين، فربنا يقول في فإن يقول إني سمعت الله. يا سبحان، انزل تأمل إلى كلام هؤلاء الأفاضل، هؤلاء السلف الصالح، سمعت كأن الله يخاطبه وحده بالقرآن، سمعت الله يقول في عقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا من مسسهم سوء. إذا من يخاف شيئا ويريد صلاح حالي أقول عليك بهذه، نتوجه إلى الله. نعم، ومن أراد يخاف شيئا ومكره فوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله المستعان. أستاذ شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا مرحبا، تفضل. اهلا بحضرتك. حضرتك، انا عندي بشتري لوالدتي شقه، شقه تمليك، فبس عايز اكتبها باسمها، بس وصلت اخواتي ان انا بدل ما اكون هي باسمي وهي قاعده فيها وهي مش باسمها، ان انا اكتبها لها باسمها، بس اقول لاخواتي ان دي حاجه تخصني او ملكي، بحيث هي ما تبقاش ورث بعد كده، يبقى هم تدخلوا معايا فيها. فهل ده فيها تحايل في حاجه ولا يعني انت حضرتك عايز تشتريها؟ شريف معلش، انت عايز تشتريها لوالدتك ربنا يحفظها لك حاله يعني في حياتها فقط، بعد عمر طويل تبقى تعود ملكيتها اليك مره اخرى ولا تكون داخله في الارث او الميراث. فمش عايز اكتبها لها ان هي تكون ايجار او يكون، انا عايز اطمنها ان هي واضح، عايز تحسس والدتك بالامان يعني. شكرا على اتصالك، اسال الله عز وجل التيسير. شيخي الكريم، نحن نستعين بالله عز وجل، نجيب على سؤال اخينا الاستاذ شريف، ونحن في انتظارك يا اختنا امة الله حتى تستكملي سؤالك. هو يريد ان يشتري شقة لامه، ولكنه يعني يخشى ان يكتبها لها باسمها فتعود الشقة بعد ذلك تاركة وتقسم معه ومع اخوانه واخواته، وفي نفس الوقت يريد ان يشعر امه بالامان والامن، يعني المسألة انت قاعدة في ملكك يا امي، ماذا يفعل؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياه وجميع السامعين من البارين بآبائهم وأمهاتهم في حياتهم وبعد مماتهم، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول للسائل الكريم، أنت بين أحد أمرين لا ثالث لهما، أما الأمر الأول أن تكتبها باسمك فأنت وما ملكت يداك ملك لأبيك كذا أمك من باب أولى، وبالتالي فهي إن جلست فيها فتجلس في شقتها هي ولست أنت صاحبها، لأنك أنت في خدمة أمك وما ملكت يداك، إن جاز التعبير. هذا هو يعني الأصل، الأول أن يكتب، ده الأصل، يكتب باسمه وأمه تجلس فيه، يعني بورك لهم في أمه. إذا ماتت فإن أخواته ربما يقفون أمام الواقع، وقد تكون هناك خلافات ومشاكل، فيقول أحدهم الذي اختلف معه أنا سأتعامل معك بالقانون. هذا القانون يقول أن لها أنها تقسم ميراث لأنها باسم أمنا، وفي هذه الحالة سندخل في نزاعات لا طائل من ورائها ولا نهاية لها. هذا طريق. الطريق الثاني يسأل عنه محامي أن يقوم بكتابة العقد باسم أمه على أن تعود بعد وفاتها له هو، هذا يخبره فيه أهل التخصص والذكر في ذلك المحامي. جزاكم الله خيرا. عظيم. الأخ الذي كان يسأل عن سؤال المقابر والقرآن عند القبور له سؤال آخر. عندي ساكن منذ 20 عاما، وعنده بيت، وهو ترك الشقة منذ 5 سنوات ولا يريد تركها للمالك، وبدون أسباب أخذ يدفع القيمة الإيجارية لدى المحكمة منذ 3 سنوات، وأنا لا أخذ هذه الأموال، فهل لو قمت برفع دعوى قضائية وكسبتها، لأن هذا العقد مشهر، أكون في هذه الحالة ظالما له؟ وكيف يكون حق الجار معه، وأنا قلت له أنني تركت المبلغ كصدقة عن والدي منذ ذلك الحين، ولو أخذته من المحكمة أكون الراجع في هذه الصدقة؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاه مثله. أقول لإخواننا فيما يتعلق بعقد الإيجار القديم، فيه نوع من الغبن لصاحب الملك للمؤجر حقيقة، فتجد في بعض الأماكن تجد أن القيمة الإيجارية لا تتناسب مع الحال والسوق. وأنا أقول لإخواننا المستأجرين، ضعوا أنفسكم في أماكن هؤلاء القوم. أنا أعرف بعضهم والله لا يذهب إلى السكن أو العمارة ليأخذ أجرتها، لأنه سينفق أموالا طائلة كثيرة في مقابل الذي سيأخذه، لا يكفي بنزين سيارته ذهابا وإيابا. وبالتالي أقول، من وسع الله تعالى عليه
وأبدله مكانا آخر فليترك هذا طواعية لأخيه ينتفع بملكه كيفما شاء، لكن أنني أقفلها كما يصنع هذا فهذا لا يتفق مع أخلاقيات الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، حتى وإن كان القانون يجيز ذلك أو يسمح بذلك. أنا لا أتكلم ولا أتناقش من الجانب القانوني، إنما أتكلم من جانب الإسلام وسماحته وأخلاقه الطيبة، وسع الله تعالى علي فأقول لصاحب المكان يزيت خيرا هذه لك، لا تخصوني في شيء، وسع الله علينا. شيخ الكريم فضيلة الشيخ سامي السرزاوي ربنا يحفظك، بعض الناس عندهم أملاك، ربنا يوسع على الجميع ويبارك لهم فيما رزقهم سبحانه وتعالى، ويفعل كما في هذه الصورة، يغلق هذه الشقة التي قد أجرها أبوه أو جده في مكان يعني ربما يكون عريق، ويعني يدفع 20 جنيها أو 30 جنيها، ويعني يفسد خمس جنيهات ويفسد على المالك صاحب العقار هذه الشقة ويغلقها له ويدفع له الإيجار في المحكمة كما يفعل، فهذا فعلا فيه ظلم وغبن، ظلم وغبن ومحرم شرعا. تمام. ولذلك ما زلت أردد وأقول الكثير، لا أقول كل المسلمين، الكثير من المسلمين يحتاجون أن يتعلموا أخلاق الإسلام، الكثير من المسلمين أبعد ما يكون عن أخلاق الإسلام جملة وتفصيلا، علينا أن نتعلم أخلاق الإسلام وأن نتعلم أخلاق نبي القرآن صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما أدعو بهذا، اللهم ردنا إلى أخلاق نبينا ورد أخلاق حبيبنا إلينا، هذا غبن وهذا ظلم ولا يجوز ذلك شرعا، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. أما هو تصدق بهذا المبلغ أقول له اذهب إلى المحكمة وخذ هذا المبلغ، لأن لا أحد غيرك يستطيع أن يصرفه ولا أحد غيرك يستطيع أن يأخذه من المحكمة، ثم ضعه أنت في صدقة جارية كما تشاء أو تصدق به كما تشاء ولا تنتفع به لنفسك، بارك الله تعالى فيك. فإذا ما رفعت عليه دعوة بالطريق القانوني الله يرضى عنه عنك واستطعت أن تكسبها فهي حق لك ولا بأس ولا حرج إن شاء الله جل وعلا. جزاكم الله خير. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا، تفضلي. تمام يا سيدي. لحضرتك أنا كنت عايزة أقول لفضيلة الشيخ إن أنا عايزة أسأله عن الحكم في إن أنا مدرسة. حضرتك متصلة بالمعنى. المتعارف بينا واللي ماشي دلوقتي الآن إن إحنا اللي بنمشي بدري تقريباً ساعة إلا ربع. طيب دلوقتي ايه الحكم في كده؟ علما بان انا احيانا ببقى عايزه اقعد، ببقى شاذه بينهم وانت هتقعدي ليه وكلنا ماشيين، فبستشعر ان دي فيها شبهه. طيب بالنسبه لاجازه نص السنه، طيب ايه اللي بيخليكوا يا امة الله، ايه اللي بيخليكوا تمشوا قبل موعد العمل بساعه وربع او ساعه تقريبا؟ هي يعني المديره سامحانا بان اللي بيجي بقى مثلا بيبقى حضرتك مدرسه قران، مش حضرتك المتصله الاولى؟ ايوه عظيم. ايوه حضرتك يعني بنيجي مثلا بيبقى عندك حصه وبتسيبيها وتمشي؟ لا لا انا بحضر كله، حتى الاحتياطي، حتى كل شيء. تمام. يعني بخلص عملي كله وخلاص. بيجي وقت الامضى وقت الانصراف. نعم. فبنيجي احنا نمضي، فانا خايفه في الساعه هو المفروض ان الوقت المحدد لنا ان احنا نمشي 1:30 2 الا ثلاث، قبل كده 12:30 1 الا ربع، احنا بنمشي تقريبا 1:10. طيب انا لو مشيت على كده انا بقالي كام يوم بقعد، طب انا حامله هم اجازه نص السنه واجازه العام، علما بان انا سالت مثلا ناس في الشؤون القانونيه قالوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. صحيح. طيب علما بان انا مثلا لو ان ليا بنت في المدرسه فبخرج بره اراقب بره، فباخد اللجنه الاولى وبمشي علشان اروح اجيب بنتي من المدرسه اللجنه الثانيه دي، يعني ما بحضرش في المدرسه اللي انا بروح فيها غير لجنه واحده. وده بموافقه المدير وبيخلينا نمضي ونمشي، بيقول عشان تلحقوا تجيبوا اولادكم. ايه الحكم في كده؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. ربنا يرضى عنا وعنك ويرزقنا وياك الحلال. شيخ الكريم حتى لا يعني اضيع وقت البرنامج، السؤال واضح. نعم. حضرتك ممكن تجاوب اختنا. اقول للسائلة الكريم ولجميع اخواننا العقد شريعة المتعاقدين. نعم. واقولها دوما وابدا، علينا ان نراجع انفسنا ونتقي، لان انا اقصد اختنا الكريمة السائلة، اللهم اجعلنا من المتقين قولا وعملا يا رب العالمين. امين. هذا الذي يصنعونه لا يجوز شرعا، ولا مدير المدرسة ولا المصلحة ولا المعهد يملك ذلك،
بدليل أننا لو رجعنا إلى الإدارة المسؤولة عن هذا المكان فإنها توقع جزاءات على هذا المدير وتوقع جزاءات على السادة المدرسين، إذا نحن نصنع بذلك مخالفة. وإذا رجعنا إلى الجهة الأعلى من هذه الإدارة ستطبق على الجميع الجزاءات، إذا هذا خطأ شرعي ولا يجوز. أنا آخذ مرتبي لا على عدد الحصص التي أنا أقوم بها، إنما آخذ راتبي على عدد أيام في الشهر، 30 يوم في الشهر من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا. هذا الوقت حتى لو لم يكن عندي عمل سأجلس في هذا المكان حتى أتجنب أي شبهة. المدير عندي هو زميل لي، إنما هو لنظام العمل فقط لغير وتسييره، لكن كلنا سواء، لا يملك لا الوزير ولا الغفير أن يعطيني إذن، وإلا دخل الحرام بيتي. نسأل الله العفو والمعافاة. يعني مسألة الإذن لي لا, لا, لا ترفع عنها الحرج إن كان قطاعا خاصا. إن كان قطاعا خاصا لا هي في أذهاني. نعم قطاع خاص، أنا صاحب المدرسة وأنا صاحب المال وأعطيتك اليوم من الصباح مع السلام، أنا شأني. لكن هذا قطاع عام، قطاع عام لا يملك الوزير نفسه، لا يملك للشيخ، لا يملك المدير، لا يملك أحد، لأن هذا مال عام. لكن هذه المناصب يعني المدير عشان معنا اتصال تظل في مكانها حتى وقت. نعم ولا علاقة لي بالآخرين. ولا علاقة لك بالآخرين. نعم. تمام، على أساس أني ما يبقاش في راتبك أي شيء في شبهة أو ما شابه. نعم. ذلك ربنا يحفظك. آمين. يا أمة الله من معنا؟ السلام عليكم. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. أيوة. تفضل يا أستاذ خالد. تفضل. بقول عظيم، الوالد الله يرحمه ساب بيت 4 صغار، ففي واحدة من السكان عايز يسيب الشقة، فخدت مننا 8000 جنيه. هل الفلوس اللي خدتها دي حضرتك حرام ولا حلال؟ حاضر. ده في سؤال تاني يا استاذ خالد؟ ايوه حضرتك. انا سمعت السؤال، بقول لحضرتك عندك سؤال تاني؟ لا شكرا شكرا. العفو، جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنا وعنك. عظيم. والده ترك لهم بيتا 4 أدوار في احد ساكني هذا البيت، اخذ كنوع من يعني مالا 8000 جنيه كي يترك لهم هذه الشقه، هل هذا المال من حقه او من حقهم ان ياخذوه؟ اقول لاخواننا ما يسمونه بخلو الرجل محرم شرعا وسحتا ومالا محرما، ولا يجوز هو اللي أخذ منهم. نعم, نعم. ولا يجوز أخذه. يجوز في حالة واحدة، لو أنني كنت قد قمت بوضع أشياء أساسية، أنا الذي كمستأجر، أنا الذي قمت بالمحارة، أنا الذي مثلا أعددت السباكة، هذه أساسيات، أنفقت على هذه الشقة مبلغ 8000 10000 الذي سيأتي بعد سينتفع بها وصاحب الملك سينتفع بها. نعم عندما أرحل من المكان آخذ ما أنفقته يداي في الأساسيات في هذا المكان، لكن أنا ما صنعت شيئا، صنعت دهانا، والدهان أنا قد استفدت به وقد انتهى، فلا يجوز لي أن آخذ خردلة واحدة، وإلا كنت آكلا لمال بالباطل محرم شرعا. طب لو هو كان موضب وحاطط سيراميك ودهانات ضبط، هذا الذي ياخذه ياخذ النفقه التي انفقها. انا انفقت 10000 اخذ ال 10000، انفقت 2000 اخذ ال 2000، انفقت 3 اخذ ال 3، لكن انا لم انفق شيء والمكان يحتاج الى ترميم واباده من بدايته. طب لا يجوز ان اخذ شيئا. طب اسمح لي اكون انا صاحب المستاجر، هو ممكن يقول انا ما عنديش فلوس اسكن مكان تاني. جيد. وصاحب البيت يريد ان ياخذ هذه الشقه او هذه الشقه. جيد. تمام. بارك الله تعالى فيك. وهو يريد ان ياخذ مالا كي يدفعه في مكان اخر كخلوة عشان يعرف يسكن. الله يرضى عنه. في مكان تاني. نعم. طب هيحل المشكله دي ازاي؟ هذه صوره من الصور ربما غابت عن ذهننا، جزاكم الله كل الخير. ربما انا صاحب سكن، المكان قديم وانا اسكن في هذه الشقه في الدور الاول او الثاني. عايز يهد ويطلع بدور. سنة بدا لي من بعض المشاركين أن نقوم بهد هذا المكان ونطلع ببرج. طيب أنا عندما أريد أن أخرج الساكن هذا لابد أن أوفر له البديل. يعني إما أني أحضر له شقة مماثلة في نفس المنطقة أو مكان آخر يرتضيها الساكن، خي لا يطرد في الشارع. نعم يرتضيها الساكن، أو أؤجر له شقة مؤقتة إلى أن أقوم ببناء المكان وأعيده إلى شقتي التي كان بها. فإذا ارتضى أن يأخذ مالا ليحصل على مكان آخر فلا بأس ولا حرج، لأنه هو الذي يريد أن يخرجه. عظيم. لكن واحد في حالة ميسورة وعنده شقة
واغلق الشقة وصاحب العقار يريد ان ياخذها منه لا يجوز شرعا ما ياخذش منه حاجة يردها الي وادعو الاحسان الى الاحسان, إلا الإحسان. نعم. أليست هذه اخلاق ديننا؟ نعم جزاكم الله خير وياكم. بلى نعم بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصلاة في مسجد يقع في وسطه المقبرة وجزاكم الله خير؟ فيما يتعلق بالصلاة بالمساجد التي بها القبور, يعني أنا أقول لإخواننا البعد عنها غنيمة إنجاز التعبير, لأنها محل خلاف بين أهل العلم, بين مؤيد ومعارض وشد وجز. أنا أقول لإخواننا الكرام, المساجد كثيرة, فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثلها. هو في الحالة دي أن المقبرة وسط في المسجد, منتصف المسجد, في منتصف المسجد فلا تجوز, وقد نهى النبي عن ذلك. لكن المسألة الخلافية هي في يمين المقبرة, في الخلف, في اليمين. نعم نعم. لكن في الأمام مش هيجوز أبدا. بالضبط. نعم. تمام. نعم. عظيم. لأن في بعض المساجد المقبرة في المحراب لا يجوز, يعني في يعني حتى ليست في الخلف لكن امام المصلين مباشره. نسال الله العافيه. ما حكم من وجبت عليه الجنابه ولم يغتسل منها الا بعد ان صلى؟ هذا سؤال وارد على الصفحه, يعني سامحه الله لعله ناسي او ان كان ناسيا رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما اذا كان متعمدا فلنعلم جميعا أن تأخير الغسل من الجنابة والخروج بدون غسل أحد الأسباب التي يعذب عليها الإنسان في قبره, والمحافظة على غسل الجنابة أحد الأسباب التي ترفع العذاب عن صاحبها في القبر, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث وإن كان حسنا إلا أن له شواهد كثيرة قوية ليس موضوعنا. أن النبي عندما يقول رأيت رجلا والنبي جلوس حلق حلق, يعني دواير دواير, كلما اقترب من حلقة منع وطرد, جاءه غسله من الجنابة أخذ بيده فأجلسه في حلقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فنحرص على غسل الجنابة. جزاكم الله خير. سائل يسأل ويقول, إذا وجد أمالا في الشارع أو أتاه رصيد على الهاتف وهو لا يعرف من صاحب هذا الرصيد, في أحيانا اللي هو الرصيد على الهواء الخطأ. يأتي الرقم لم يسمعه جيدا فأتى لأي أحد, فماذا يفعل في هذا المال الذي وجده في الشارع أو في هذا الرصيد الذي أتاه على الهاتف؟ أما الذي وجده في الشارع فهذا يعتبر في الإسلام لقطة, فينظر إليه إن كان شيئا قيما أو كان شيئا بسيطا, كما لو وجد 10 جنيهات فلا يحتاج أن أعرفه وما إلى ذلك. أقول لو ضعها في المسجد بنية صاحبها وأنت مأجور على ذلك. أما إذا كان مبلغا كبيرا كـ1000 جنيه وما زاد, وأنت هكذا يعني مبلغ كبير أو شيء سمين كذهب أو ما شابه ذلك, في هذه الحالة إن أراد أن يحتفظ به لنفسه فإنما يعرفه لمدة عام كامل. أترك أرقام هاتفي وعنواني لدى المحلات والأماكن والناس الموجودة في هذا المكان, وأتابعهم كل أسبوع كل 15 يوم, فمن يأتيني بأوصافي ما عندي أسلمته له, ومن لا يأتينا بأوصافي وظل عندي عام كامل مع متابعتي له كل أسبوع كل 15 يوم صار ملكا لي, جاز لي أن أتصرف فيه. يا شيخ والله أنا أخاف على نفسي منه في هذه الحالة. طيب تصدق به وخذ الاتصال بتاعك. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نستكمل قطع الاتصال, معذرة إن أطلنا عليك. في هذه الحالة نعم, فليسامحنا المتصل أو المتصلة في هذه الحالة, أتصدق بصاحبه أو أسلمه لجمعية خيرية تقوم بمتابعة وتعريفه إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالرصيد فالأمر ميسور, لأن الرقم الذي أتى منه التحويل معروف, لو اتصلت به لرد علي من حول سواء كان شخصا أو كان محلا, فأقول له أتاني مبلغ وقدره كذا تحويل خطأ أنا ما طلب, دلني كيف أرد إليك, سيشرح لي الطريقة فأرد المال للرجل, ولا نفعل ما يفعله البعض يقول رزق حلال ساقه الله لي, هذا حرام ولا يجوز. نسأل الله العافية. أمين يا رب. رزق ورزق العيال كما يقول البعض. طب لو الشركة نفسها مش مكتب أو منفذ أو حتى لو الشركة الرقم معلوم, وإذا أنا طلبت الرقم في هذه الحالة سيرد علي. هب أنني طلبت الرقم ولم يرد علي وحاولت مرارا وتكرارا, في هذه الحالة أنتظر قليلا ربما طلبوني هم, فإذا لم يأتوا أو لم يطلبني أحد هذا المبلغ أنا أتصدق به بعد أن تعيني كل الحيل والسبل في الوصول لصاحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذ أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل أخي كريم نسمعك. أنا تاجر في السوق
وجماعه اللي بيسافروا يعني بيجيبوا لي الزرع، جابوا زياده في الزرع 200 كيلو. ال 200 كيلو ومش من حقنا، فانا طلعتهم من مكسب الزرع. الزرع كده قلت لهم رجعوهم لصاحبهم، قالوا صاحبهم كده افتكر ان احنا واخدين منه حرام. قلت لهم خلاص رفعت عليهم حق ال 200 كيلو، وقلت لهم كده انتوا تصرفوا بمعرفكم اللي بريء منهم كده. واحد منهم واحد من الشركات خدهم وقال انا وزعهم للفقراء بنيه صاحبهم، بتسبب لصاحبهم. تمام، واضح السؤال. واضح. طب هو ليه ما ده لم يعطيهم لصاحب المال او صاحب هذه الكيلوات؟ يعني ليه عايز يوزعهم؟ لو رجعتهم لصاحبهم فكره مثلا ان انا واخدهم منه حرام او سرقهم منه. حاضر، ماشي يا حاج احمد، ربنا يرزقنا وياك الحلال ويبارك لنا فيه، اللهم امين يا رب العالمين. آمين. مشكله زي دي والراجل مش عايز ياخد ال 200 كيلو، ويمكن صاحب الزرع ده ما يعرفش عنهم حاجه، فهو خايف حتى ان هو يظن فيه السوء والعياذ بالله، فيعمل ايه؟ هل مساله انه ياخدوا الفلوس ثمن هذه الكيلوات ويوزعونها على الفقراء والمساكين هذا صحيح، ام انه هذا هو ويفعله ويترك بقى يحسن الظن او يسيء الظن به لله عز وجل؟ ما اجمل الاسلام وما اروع حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال تحروا الصدق وان رايتم فيه الهلكه فان فيه النجاح. طب ناخذ الاستاذه منى ونكمل الجواب معذره شيخ كريم الشيخ سامي. السلام عليكم يا استاذه منى. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا ومرحبا، تفضلي يا اختنا. انقطع الاتصال، تفضل نواصل الجواب. فأقول ما أجمل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. ما صنعوه باطل وما صنعوه محرم شرعا ولا يجوز، لأننا نعلم صاحب المال فلا يجوز لنا أن نتصدق به، حتى لو مات لا يجوز لنا أن نتصدق به نيابة عنه، ورثته موجودة. فكان عليهم أن يرجعوا للرجل يقول له عندما ذهبنا إلى بلادنا أو ذهبنا إلى بيتنا فوزننا فوجدنا عندنا زيادة 200 كيلو، الله تبارك وتعالى سيجعله يحسن ظن بهم، بل سيشكرهم لأمانتهم ولصدقهم ولقربهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى، ولن يسيء بهم الظن، لأن حبيبنا علمنا هذا صلى الله عليه وسلم، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه لك فإن فيه النجاة، فعليهم أن يردوا للرجل حقه وإلا سئلوا عن ذلك أمام الله وإن تصدقوا به مليون مرة. عظيم، حتى لو فعلوا هذا هذا المال يرد. نعم. إلى صاحبه. لا تبرأ ذمتهم. ومن يعني ربنا عز وجل يحفظك يا حاج أحمد ويرضى عنك يعني بتعمل الخير، فما ما تخافش، سيبها على الله. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالين. تفضل. السؤال الاول بالنسبه لاطاله الشهود، بالنسبه للمامور ده امام، لو اطال الشهود في حاجه؟ اطال الشهود؟ اطال الشهود او اطال الشهود يعني بعد ما الامام بعد يعني خليني معاك كده يا ابو احمد. الامام قام والماموم هو الذي اطال السجود، صح؟ ايوه نعم. تمام. نعم. وممكن ده يخليه ممكن في حركه او حركتين يفوتوا الماموم، ماشي تمام. لا مش حركاته وبيلحقوا عادي، بس بيطيل السجود بعديه، بس يعني بيطيل السجود بعديه فتره يعني. تمام، دي الحاله الاولى. السؤال الاول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا حضرتك كنت خدت حقنه، فبعد ما خدت الحقنه نزل الدم كده، الدم ده ينقض الوضوء لو انا متوضي؟ الدم ده دم مكان الحقنه مكان ما خدت حقنه. الدم ده دمك ولا دم حد ثاني؟ دم انا مكان ما خدت الحقنه، انا خدت حقنه. حقنه، معلش الصوت عندي مش واضح قوي. تمام. ايوه. هل هذا الدم يبطل الوضوء ام لا؟ حاضر حاضر. ايوه حاضر. جزاك الله خير، ربنا يتقبل منا ومنكم واياك حبيبي الغالي. ابو احمد المتصل الاخير، لو الماموم اطال السجود وبعد ان قام الامام من السجود، هل عليه شيء؟ نعم، لا يجوز للماموم ان يخالف امامه، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع وقرأ فاقرأوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جميعا قعود.
هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنني أطيل السجود قد أسرح في دعائي حتى يقوم الإمام من السجدة ويدخل علي وأنا ما زلت في السجدة الأولى، فعند بعض ورأي في الفقه تبطل الصلاة، وبالتالي علي أن أتابع إمامي ما دمت أنا أصلي جماعة، فأنا ملزم بإمامة هذا الإمام إن شاء الله تبارك وتعالى. تمام. وفي ناس تطيل السجود فعلا لدرجة اني انا لا يجوز. نعم. ان احيانا الامام يعني يدخل في يعني في تكبيرة اخرى او في من يدخل قيام في الركن الذي بعديه. تمام. وهو نعم. يعني نسأل الله الهداية، او يكون في التشهد الاخير والامام اوشك على التسليم وهو ما زال نعم. ساجدا. حاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازي فضيلتك يا شيخ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ ياسين؟ مرحبا. الله يبارك فيك. خير يا رب. الحمد لله. السؤال بتاعي حضرتك، انا شارية شقة كان لي باسمي، والشقة مقاسها 90 متر، وواخدة بالشقة تمليك دي 8 قراريط في الارض تحتي، فعايزة جايين مقاول عشان يمد البيت دوت، والمقاول قال لي انت ليك اللي بالتمن قراريط شقة تمليك كمان، وجاي لي مقاول تاني قال لي ليك دور في شقتين، كان عايز اشوف ان انا استحقه ايه عشان بقى ايه، ولا هو ظلمني ولا انا ظلمته. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب حاجه عائشه وعلي صدر جاتهم معايا؟ ايوه. ده مقاول عرض العرض الاول شقه مقابل الثمان قراريط اللي في الارض غير الشقه الثانيه. ايوه. والثاني شقتين مقابل الثمان قراريط. يعني عرض وطلب. أيوة. حاضر يا حاجه عائشه. ربنا يوسع علينا وعليك. حاضر. السؤال الثاني للاخ ابو احمد، الدم هو اخذ حقنه ونزل منه بعض الدم، هل هذا الدم يبطل الوضوء؟ ليس ناقضا للوضوء ما لم يخرج من القبل او الدبر موضع خروج البول او البراز اعزكم الله. اذا هذا الدم هذا لا يفسد الوضوء. كان الصحابة يصلون وجراحاتهم تثغب دما، يعني بتنزف بكسرة، لو كان باطلا ومبطلا للوضوء لنهاهم النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. حاجة عائشة ربنا يوسع عليها، عندها شقة 90 متر. طب معنا اتصال. طب نجيب الأستاذ أحمد. السلام عليكم. نجيب حضرتك بعد هذا الاتصال يا حاجة إن شاء الله. تفضل يا أخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. لو سمحت حضرتك، أنا في بس ظروف حصلت وبره، أنا شغال في قطاع خاص. تمام. حصلت ظروف عندي واضطريت، كانت والدتي تعبانه شويه، فاضطريت ان انا اغيب يومين او ما اروحش الشغل يومين. فجي مديري في الشغل قال لي خلاص ما تجيش، واليومين دول اتعملوا مأموريه. فهل ده يبقى يعني المفروض ان انا كنت ابقى موجود في الشغل اليومين دول، او يعني اتحسب ان انا موجود في الشغل اليومين دول؟ تمام. دول بقى فيهم حرمانيه ولا ايه؟ طب انت مش ليك رصيد في الاجازات؟ لا كان خلص. رصيدك كان خلص. بس في 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 واحد معايا في الشغل قال لي انت ممكن تحسب اليومين دول بكام وتدو يعني تجيب فيهم حاجه للشغل، حاجه خاصه بالشغل. فانا مش عارف ايه الحرمانيه فيها وانا عامل ايه. حاضر يا استاذ احمد. ربنا يرزقنا وياك ويشفي والدتك ويرحم موتانا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. سؤال الحاجة عائشة عن الشقة، هي عندها شقة 90 متر وليها في الأرض اللي في العقار ده 8 قراريط في الأرض. في مقاول قال لها هديكي مقابل الثمان قراريط اللي ليكي في الأرض شقة كمان جنب الشقة بتاعتك، ومقاول تاني قال لها هديكي شقتين. هي عايزة تعرف يعني هل الأمر ده حلال أم حرام؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، هناك أهل الخبرة يستطيعون أن يفيدوك أكثر منا، بمعنى يتم تتمين تقييم القراريط التي عندك سعرها كام إجمالي بالإضافة إلى الشقة، يضاف الاثنين إلى بعض، ثم ينظر هل الذي سيعطيه لك يوازي هذا أقل أكثر، وأنت ترتضي الأمر يرجع إليك. مش المسألة عرض وطلب. نعم. عرض وطلب. وهي دلوقتي مالكة للشقة ومالكة لثمن قراريط في الأرض. تمام. ده عرض جاي لها، ده هيديها شقة جنب الشقة بتاعتها، والتاني هيديها شقتين جنب الشقة بتاعتها، فهي لها الحق أن تقبل أو تقبل هذا أو ذاك، لا خلاف. تمام. ده عرض وطلب. هي ده ملكية.
نعم هذا صحيح، لكن أردت أن تكون على بينة مما تصنع. هل غبنت كلها أربعة كمان بالضبط، يعني هل غبنت أم لا؟ صحيح. فنحن لا نشكك في من عرض عليها، جزا الله الناس خيرا، ممكن بالسعر أغلى، لكن قد يكون السعر أعلى بكثير من هذا ويضحك عليها. فلذلك أقول يتم قومي عن طريق آخرين بعيدا عنهما، لأن هذا مستفيد وذاك مستفيد. صحيح. يقوم الناس، ولكن أهل الخبرة في هذا المكان القرارية والشقة تسوي كام، وهل توازن سيعطي لك، إن وجدت فيه موازنة أو يعني فيها الصالح لك افعلي فلا بأس. لأن ما فيش حد بيهادي بشقة زيادة أو بشقتين زيادة، هي مسألة أكيد هو كسبان وأكيد هيستفيد. ربنا يكرمك. آمين يا رب. في سؤال محرج أنا مش عارف أسأله إزاي، لكن هو ورد على الصفحة. احيانا العروس يعني تكون ليلة عرسها، نعم، وبعض الاخوات يعني يتعاملن معها في امور خاصة بها، والسؤال مش عارف اقراه بس عايز حضرتك تفهمني. هل فيما يتعلق بإزالة البكارة؟ لا ليست البكارة، نعم، انما كشف العورة لبعض الاخوات ليلة الزفاف بأمور خاصة بالمرأة. اقول من الاخطاء الفادحة التي يقع فيها الاخوات في ليلة الزفاف عندما يجتمعن عند العروس فيتجردن من ثيابهن وتنكشف العورات، فهذا محرم شرعا، سواء كان للعروسة نفسها أو كان للأخوات الحضور، بحجة أننا جميعا من النساء ولا يدخل عندنا أحد من الرجال. فهنا هذا يحرم شرعا فعله على هذا وذاك، وعلينا أن نراجع أنفسنا ونتقي الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا. أنا السؤال ده يعني قلت هذا الجواب لسائلة سألت نفس السؤال، فقالت لعلها لا تعلم كيف يعني تفعل هذا الشيء. مشكلتنا أننا لا نسأل إلا بعد وقوع الكوارث، والله في القرآن علمنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان فالمسلم ينبغي أن يسأل، وأنا أسأل هل أي امرأة وأي فتاة يجوز لها أن تتجرد وتتكشف عوراتها أمام امرأة مثلها؟ والله ولو كانت أمها لا يجوز لها شرع. جزاكم الله خير. معنا الأستاذة مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ سامي؟ يا عامل ايه؟ الحمد لله والله. نعم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. انا عندي سؤال لحضرتك بس. اتفضلي. انا دلوقتي قاعدة عند اهلي غضبانة، وزوجي بعتني وقال لي انا مش هطلقك وانا مش عايزك، وانا مخلفة عندي بنوتة عندها سنتين، ودلوقتي هو بيقول لي انا مش عايزك ومش هطلقك، في نفس الوقت وقف لي عليها قضيه وخليكي زي بيت الوقف. قلت له طيب يعني الحلال، يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق، طلعني بمرض الله، وده لما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. قال لي لا، واللي عندك اعمليه انت واهلك، وانا جاي ذهب وانا وطني فلوس وقوي، وهو قاعد في الشقه دلوقتي بتاعتي ونزلني منها انا وبنتي، والحل لحضرتك يعني مع الشخص ده. هو الراجل ده يا حاجة يا أستاذة مروة، زوج حضرتك حاله ايه مع الله عز وجل؟ بيصلي وانقطع الاتصال، ربنا يعافينا وعافيه يا رب. نجاوب عشان ما نظلمش حد، الأستاذ أحمد اتصل قبل الأستاذة مروة. نعم. فنجيب سؤال الأستاذ أحمد، ان هو والدته شفاها الله عافاها كانت مريضة، فغاب عن عمله وهو في قطاع خاص يومين، المدير بتاعه خلهم له مأمورية، وهو عايز يعرف حكم اليومين دول ايه، وفي احد اصدقائه في العمل قال له ان انت ممكن تشتري حاجات وتخليها خاصه للعمل مقابل يومين. جزاه الله خير، بارك الله فيه. مشكلتنا اخي الحبيب اننا يجامل بعضنا بعضا في الفساد، وهذا لا يجوز شرعا. عندي مشكله حصلت عندي ظروف، وانظر الى اللائحه والقانون، يخصم مني هذا اليوم، تخصم مني او يخصم مني هذين اليومين، اللائحة تقول ذلك، لكن المدير يجامل وهو لا يملك اصلا المجاملة وليس من حقه ذلك شرعا. فانا اقول للسائل الحبيب بارك الله تعالى فيه ما نصحك به احد الاخوة صحيح، فعليك ان تقدر اليومين ثم تحضر من الادوات الكتابية او من الاشياء التي يحتاجها العمل وتضعها فيه، وهذا هو الاحوط والاولى بارك الله تعالى فيك. عظيم. الأخت مروة وظروفها مع زوجها ربنا يهديه، هي الآن ليست في البيت وأخرجها من بيتها، عندها بنت وبيقول لها مش هطلقك ومش عايزك وهسيبك زي البيت الوقف، فهو يعني لا على هذه الصورة لا يتقي الله عز وجل فيها، فماذا تفعل؟ نسأل الله أن يعفو وأن يهدي إخواننا الرجال
وكذا النساء. أنا نصيحتي للسادة الرجال، إذا وصلنا إلى طريق مسدود مع نسائنا، قرآننا قلت من أول في أول الحلقة، كثير من المسلمين يحتاجون أن يتعلموا أخلاق الإسلام، أخلاق الإسلام في مثل هذا الموقف، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. أخلاق الإسلام في مثل هذا الموقف، سبحان الله، ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا أبت أن تعيش معنا فنعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة، ثم نسرحها بإحسان كما علمنا الله تبارك وتعالى. أنا نصيحتي للسائلة الكريمة، انظروا إلى أهل الخير من العائلتين حتى يقربوا بين الطرفين، فإن كان هناك من مجال للإصلاح فخير وبركة، فإن لم يكن هناك مجال للإصلاح بالمرة وعجز الناس من العائلتين أن يردوه عن غيه وأن يردوه عن طريقه، إذن ليس أمامك من طريق إلا المحكمة، محامي يرفع لك خلعا عليه وبتنتهي منه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما الخلع مش هتاخد حاجة خالص، يعني أو طلاق للضرر، الطلاق للضرر، نعم. لأن الخلع هي تبريه من كل شيء. بالضبط، نعم، أو نعم. طلاق للضرر. طلاق للضرر، لأنه الذي يعني نسأل الله العافية. ربنا يهديه يا رب. وربنا يهديه ويتوب عليه. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، معذرة يا أبا أحمد، لعلنا أطرنا عليك. لو سمحت، أنا سمعت مقولة من الشيخ فلاني، سائل يسأل على الصفحة، من فترة كان يقول لا يحل لأمة أن تبيت ليلة بدون لما أو قائد، هل هذا حديث بدون إمام أو قائد، هل هذا حديث شريف أم مقولة لأحد الصحابة والتابعين؟ ليست بحديث وليست بمقولة، وعليه أن يبين لنا من قاله. هو قال الشيخ إبراهيم شاهين، ما أعرفش أي من كان، مع احترامنا لكل إخواننا الأفاضل، نعم. عليه، ما ممكن أنا أكون أتبنى فكرة معينة، نعم. فأحاول أن ألصق بها ما شئت، نعم. وهذه مصيبتنا اليوم، عدم الأمانة والدقة في النقل مصيبة. صحيح، مصيبة، يعني أنا أريد أن أخدم الفكرة. الشيخ قال وتعود إلى شيخ، أقول أنا ما قلت هذا وهو فهمه وليس مقولة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد من مصر، عندي سؤالان. الأول، أبي وأمي ساعدوني في زواجي وقاموا بشراء شقة لي، وعندي أخوان وأخت وأخي الأصغر غير متزوج، وأمي وأبي غير قادرين على مساعدته لأنهم ساعدوني بآخر ما لديهم من مال، فهل عليهم إثم؟ وهل أعتبر هذا دين ملزما بسداده في حالة استطاعتي؟ يعني هم ساعدوه مش هيساعدوا أخوه الصغير. أقول له نعم، هذا حال كثير من الأباء والأمهات، يساعدون الأول بحكم ربما كان ذلك يصادف في يدهم المال وانتهى كل شيء، يأتي من يأتي بعده فلا شيء له. هنا نقول لمثل هذا الأخ الكريم، هل جزاء الإحسان للإحسان؟ رد جزءا مما في عنقك تجاه أبويك وساعد أخاك. نعم، نعم، في يدينك حق لأخوتك أن تساعدهم، لأنه لو تم ترك هذا المال لهم أو الأرض لم تبع لكان لكل واحد فيهم نصيب، ولذلك إن كان الله قد يسر لك الحال ساعد إخوانك لله. هو دين في رقبتك. نعم. أخ الكريم، أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا دكتور أحمد، بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا الجليل. أقسم لك بالله ننتظره من السبت للسبت، أقسم لك بالله، بارك الله فيه وفي عمره وفي علمه. أستاذ أحمد، أنا سألت حضرتك يوم الخميس عن سؤال الأخ الفاضل اللي هو عنده مصنع بسيط وبيصنع بناطيل نسائي ورجال وأطفال. أيوة يا فندم، يوم الأربعاء، وحضرتك قلت لي يعني دي النصيحة. فالراجل ده ربنا يجزيه خير يديني مرتب شهري، لاني انا حرام رضية فتصدق عليا بالمبلغ ده. فهل اللي هو المال اللي هو انا باخده منه ده، هل ده كده حرام؟ وفي سؤال تاني، انا بيجيلي صدقات للناس انا متعرفه، مش هو يا امة الله، مش عنده بناطيل رجالي وحريمي واطفال وكبار وصغار؟ بيصنع ده، مش كله بناطيل حريمي بس. تمام، لا هو بيصنع تجاره، هو تجاره. تمام، وهو بيعطي حضرتك يعني زي راتب شهري. عظيم. لان انا حاله مرضيه. حضرتك بتسالي عن حكم هذا المال اللي فيه نوع من انواع المال مختلط يعني. ايوه بالظبط كده. تمام، يعني هو في سؤال تاني عشان الوقت يا امه الله. يعني انا بس عايز اعرف، انا بيجي لي يعني صدقات من الخارج، يعني من بره، يعني ناس بتجي لي بيتي بتجي لي المبالغ الماليه. يا رب يشفيكي ويعافيكي ويجزيكي خير. ربنا يبارك فيك، ربنا يجزيك خير، بس انا ما بسالش الناس ده، انا ما بطلبش ده.
انا فاهم يعني فاهم. هو هو هذا هذا رزق الله يؤتيه من يشاء. رزق الله يؤتيه من يشاء. نعم ربنا يجزيك عما خير الجزاء. ربنا يتقبل. في سؤال ثاني يا امه الله؟ شكرا جزاك الله عنك واياك. ربنا يرضى عنا وعنك وعن كل المسلمين. طب سريعا شيخي لان الوقت فعلا يعني انتهى وفي اسئله كثيره جدا على الصفحه وانا اعتذر. اي سؤال احنا حتى لو اترحل اللي بيتابعوا معانا احنا هنجاوبه ان شاء الله تعالى. المال اللي بيجي لها من عن طريق الاخ ده هو بيصنع بناطيل حريمي ورجالي واطفال وكبار وصغار. كان الدكتور عامر يعني افتى ان المال او تصنيع البناطيل للحريم او للنساء فيه حرمه خاصه انها تطلع بيه في الشارع. المال اللي بيجي لها منه كراتب شهري لا تسأل عنه، هذا مال مختلط ويجوز لها أن تنتفع به إن شاء الله تبارك وتعالى. هو مأجور على أنه يساعد ظروفها. فيعني جزا الله خير. جزا الله خير عظيم. وهي لا تسأل أحدا إلا الله. لا تسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك المال الذي يأتيها من آخرين هي لا تسأل، والمال أحل المال وأطيبه الذي يأتي الإنسان دون سؤال. عظيم. الأخ صاحب السؤال بتاع الوالد والوالدة اللي بيساعدوه ما ساعدوش أخوه الصغير له سؤال آخر. أنا أعمل حاليا في تشاد وصاحب العمل مصري وكان قد اتفق معي في بداية عملي مع أنه سوف أعمل من 9 صباحا حتى 10 مساء وذلك خلال عام كامل بدون إعطاء أي أجازات خلال السنة حتى يوم العيد نقوم بالعمل فيه، وقد قمت بالتحدث إليه مرارا وتكرارا حتى يعطيني راحة أسبوعية لشدة إجهادي، ولكنه يرفض بشدة ويقول لي ما ينفعش المحل يتقفل لأنه سوبر ماركت، ويقول لي أنت عمرك شفت سوبر ماركت بيقفل؟ فما حكم الدين في هذا وجزاكم الله خير؟ أقول للسائل الكريم العقد شريعة المتعاقدين، أنت اتفقت معه على ذلك وارتضيته فلا لا تشتكي. لا يعجبك العمل اترك العمل واترك الرجل وحاله. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سامي السرساوي كان في أسئلة كتير وان شاء الله تعالى انا طمعان ان حضرتك تبقى معايا بكره. اسامه سليمان في سفر، فان شاء الله سنرى هذا الامر ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى ومعايا اسئله كثيره فعلا. واقول لك في نهايه اللقاء جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. بارك الله فيك وغفر الله لنا ما لا تعلمون وتقبل. اللهم امين يا رب. منكم صالح. والله لولا ارتباطنا بدروس المغرب والعشاء للبينا الدعوه فلتسامحونا وسمحنا اخواننا. ما عرفتش اورطك على الهواء. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام اراكم غدا ان شاء الله تعالى قبل الان بساعه من الزمان. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله خيرا.